لا يمكن أن نحكم على الشخصيات التاريخية فقط من وجهة نظر أعدائها. الشيخ طهماس بالأول، هذا هو عنوان هذا الفيديو من قناتنا التاريخية منارة الثقافة. من فضلك قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا إذا لم تكن مشتركا فيها بعد، وتفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد. اشتهر الشيخ طهماس في الآونة الأخيرة على أنه عدو العثمانيين الخبيث والشرذير، عدو السلطان سليمان القانوني، لكن الحقيقة أنه كان ملكا كغيره من الملوك والسلاطين، يدافع على الأراضي التي تحت سيطرته ويحاول جاهدا تقوية دولته. كان الشيخ طهماس بالأول ذكيا جدا، ورغم أن قوته لم تكن تكافئ قوة السلطان سليمان القانوني، إلا أنه استطاع أن يكون ندا له وأرهقه في حروب عديدة رغم انتصار السلطان سليمان عليه. ولد طهماس بالأول للشيخ إسماعيل في 22 من فبراير سنة 1514، أي أنه كان أكبر من الأمير مصطفى بعام واحد. تولى العرش وهو في العاشرة من عمره سنة 1524. خلال فترة طفولته كان تحت سيطرة رجال القزلباش، إلا أنه استعاد سيطرة الشيخ خلال مرحلة شبابه، وفي عهده حاطت به الأخطار حيث واجه الأوزبك في الشرق والعثمانيين في الغرب. تمكن من هزيمة الأوزبك، ولكنه فشل في الوقوف أمام جيوش العثمانيين الجرارة والتي دخلت بلاده بقيادة السلطان سليمان. انسحب من تبريز وبغداد، وذلك لأن عدد جيشه كان 7000 مقاتل، في حين كان عدد جيش العثمانيين 300,000 مقاتل. بعد ذلك اتبع سياسة الأرض المحروقة في مواجهة العثمانيين، الأمر الذي جعلهم يخسرون حوالي 30,000 رجل، وهو ما دفع السلطان سليمان لإيقاف حملته. وقد حاول السلطان سليمان استمالة شقيق السلطان طهماس القاس ميرزا، والذي قاد جيشا إلى جانب العثمانيين. لم يتجاوب الناس معه في أصفهان وشيراز، الأمر الذي جعل العثمانيين ينسحبون، ليقع القاس ميرزا في قبضة أخيه الذي وضعه في السجن حتى وفاته. وفي عام 1552 استغل الشيخ الظروف المضطربة في الدولة العثمانية، فدخل أراضي الدولة العثمانية ووصل إلى أرض الروم، ومن ثم وقع معاهدة أماسيا مع الدولة العثمانية سنة 1555، والتي بموجبها تم تحديد الحدود ووقف النزاع لمدة 30 عاما. تلقى الشيخ طهماس بالأول فعلا رسالة من الأمير مصطفى، حيث أن هذه الرسالة موجودة إلى حد الآن في أرشيفات الدولة الصفوية، لكن المدافعين عن الأمير مصطفى قالوا بأن ختمه كان مزور. وقد أجاب طهماس الأمير، وهذا ما أدى إلى إعدامه كما يعلم الجميع. استغل الشيخ طهماس فترة الهدنة مع الدولة العثمانية ليقوم بالتوسع في منطقة القوقاز وأراضي أرمينيا وجورجيا وضمها للإمبراطورية الصفوية. بعد ذلك لجأ بايزيد ابن السلطان سليمان إليه بعد خلاف مع والده حول الحكم، وكان ذلك سنة 1559، فأرسل السلطان سليمان للشيخ الصفوي يطلب منه تسليم ولده، عارضا عليه الذهب والأراضي ومستخدما اللين والتهديد، ولكن طهماس بالأول رفض ذلك. وبعد ذلك حاول بايزيد الثورة على طهماس، فقام الأخير بالقضاء على ثورته وسلمه لوالده الذي قام بقتله. توفي الشيخ طهماس في 14 من أيار مايو سنة 1576 في قزوين عن عمر يناهز 62 عاما، قضاها في توطيد أركان الدولة الصفوية. ولا تزال اللوحات المجسدة لزيارة الأمير بايزيد وسلطان المغول همايون تزين قصر الصفويين. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، أنجزته استجابة لطلب متابعينا الكرام، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.